التوفيق. تعالوا نروح نشوف مع بعض أخبار النادي الأهلي. نرجع نبتدي اخبارنا مع النادي الاهلي. اللعيبه اللي هنشوفها قدامنا لعيبه النادي الاهلي دي، النادي الاهلي بيجهز لها 60 مليون جنيه لمقدمات العقود ومستحقات اللاعبين، والامور خلاص ان شاء الله باذن الله هتحسم، يعني ان اللعيبه دي هتاخد مستحقاتها اعتقد خلال ساعات. كمان لجنه التخطيط بتجتمع مع موسيماني الموسم المقبل علشان تناقشوا في ادائه وتناقشوا في القادم وتناقشوا في الطريقه اللي هيلعب بيها وتناقشوا في الامور الفنيه. ما عادش فيه خلاص ورق، الورق الامور بقت خلصانه، وما اعتقدش ان موسيماني هيبقى في دماغه يعني ان هو يكون محتاج اي ورق، لان عنده بدائل كتيره جدا جدا. موسيماني عنده بدل اللاعب 2 و3 و4. دي سريعا كده اخبار النادي الاهلي، وان موسيماني هيبقى فيه تعديلات بعد عوده اكرم توفيق، بعد عوده عدد كبير من اللاعبين المباراه القادمه ممكن يكون فيه تغيير في المباراه القادمه ومباراه العوده 3 او 4 لاعبين. قبل ما اروح